قلقانين مين دول قلقانين عليا؟ الجماعه، ما هم سالوا عليك. ماشي يا عصفور، روح انت شطب القهوه وخلي المفاتيح معاك. ماشي يا معلم. ادي معلم. حبيبتي مش معقول كده بقى، يعني انتي فجأة اكتشفتي ان هو مش مناسب ليكي؟ تهالي ده حصل بعد السفر صح؟ ممكن يكون كان من قبل، بس انا مش عارفة اقول. طيب كان ايه اللي فيها يعني لو جيتي قلتي لبابي ده مش مناسب ليا؟ ما كنتش عايزة اضايق حضرتك، وما كنتش عايزة اضايق شريف، بس مش معقول هفضل عايشة مع واحد طول حياتي بس عشان مش عايزة اضايقكم. انت ترضاها لي يا بابي؟ لا يا روحي ما ارضى عليكيش، بس انا مستغرب التوقيت يعني. مش متاخر على فكره، بابي انا ما اتجوزتش لؤي وجايه بقول لك طلقني منه. يا مليكه كده كتير يا حبيبتي كتير، حالتك عامله لنا قلق، مامتك مستغرباكي وقلقانه عليكي جدا. ما تقلقش انا هعرف اطمنها. هتعملي ايه يعني؟ عايش حياتي زي اي واحده طبيعيه في سني، هخرج وابسط واسافر واشتغل، هعمل اللي انا ما عملتوش في حياتي. مش معقول ان انا عايشه حياتي كلها بين اربع حيطان بقول نعم وحاضر وطيب. هو المفروض الكلام ده يطمني ولا يقلقني اكتر؟ يطمنك والله العظيم هبقى احسن من الاول. تصبح على خير. وانت من اهل روحي.